من شركة وول فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الثلاثاء الموافق ل 16 يونيو من عام 2020. خلال التعاملات الأخيرة رأينا ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق. مؤشرات الأسهم الآسيوية تحقق مكاسب يومية بأكثر من 4%، وأيضا العقود الأجل لمؤشرات الأسهم الأمريكية تستقر بالقرب من أعلى مستويات لها في 3 جلسات. وهذه الارتفاعات أتت بعد التقارير التي أعلنت عن أن الإدارة الأمريكية تفكر بخطط تحفيزية بقيمة تريليوني دولار أمريكي للإنفاق على البنية التحتية، وذلك بالإضافة إلى إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل خطط شراء السندات الشركات الفردية. وهذا الشيء بدوره طغى على قلق الأسواق من الآثار السلبية لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وخاصة بعد أن أعلنت الصين عن زيادة عدد الإصابات. أما بالنسبة لتحركات أسواق العملات، رأينا الدولار الأمريكي يستمر برحلة الهبوط ويتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع تراجع الطلب عليه كأفضل استثمار بديل، وأيضا مع انحصار مخاوف نقص السيولة، وخاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي رأيناها بالنسبة لمؤشرات الأسهم العالمية. أما بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، رأينا نوع من الضبابية خلال تعاملات اليوم، ولكن بشكل عام الاختراق والثبات فوق مستويات 1740 دولار للأونصة من شأنه أن يعزز مزيد من الارتفاعات. وأيضا هذه الضبابية تأتي مع ترقب الأسواق لبيانات هامة، وأهمها حديث محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الشهادة النصف سنوية للسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. هذا بالنسبة لي آخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في تقارير أخرى.